في أخبار الاقتصاد، قدم البنك الأفريقي للتنمية منحة للسودان بنحو 33 مليون دولار أمريكي، وذلك لتمويل مشروع مياه ولايتي شمال وجنوب كردفان. وتعهد إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية الذي وقع على المنحة بتقديم كافة التسهيلات وتسريعها لإنفاذ هذه المشاريع المهمة لسكان الريف وخلق الفرص للشباب. وقال وزير المالية أن هذه الاتفاقية تمثل دعما لخدمات أساسية والمتمثلة في مياه الشرب والصرف الصحي في الولايتين، ويهدف المشروع إلى تعزيز سبل الوصول للمياه وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر ومقاومة تقلبات المناخ، ليغطي حولية المجتمعات في 5 وحدات إدارية لتلك المشروعات. أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء صلاح حسن أحمد من وظيفة مدير عام البنك الزراعي السوداني، وذلك بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والبنك الزراعي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.